السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض الأدوات القوية الـ RDT Tools بتخدمك، مثلا لو عايز تصدر الموديل بتاعك لـ PDF وتوكاد وهكذا، عايز تعمل تحكم فيه شيرد برامتر، عايز تعمل تقرير عن الملف بتاعك، عايز أوتوماتيك تعمل أبديت للأكونكس. فالإمكانيات دي كلها موجودة في التولز ديت، وليك إن أنت تجربها أسبوعين، تقدر ان انت تجرب ان انت تصدر للامتدادات المختلفة. رأيك فيه؟